كتضغطوا على زر احمر وهو زر الاشتراك، وطبعا كتكليكيو على داك الجرس اسفل الفيديو باش يلحقكم كل ما هو جديد من وصفات او شيوات الشيف حليمه. ولا عجبكم طبعا الفيديو تركوا لي واحد لايك. السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات الشيف حليمه. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه فوكاتشا ايطاليه جد رائعه وسهله في التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 250 غرام من الدقيق الاحرش الفينو، 250 غرام من الدقيق الابيض، عندي هنا 100 غرام من البطاطس هكذا سلقتها ومهروسه بحال هكذا، هنايا عندي 30 غرام من زيت الزيتون، هنايا عندي 15 غرام من الخميرة الفورية، 10 غرام من الملح، وعندي ملعقة صغيرة من هذا السكر أو 5 غرام من السكر الخشن. بالنسبة للحشوة عندي هنايا 50 غرام من زيت الزيتون، هنا عندي 300 غرام من الطماطم الصغيرة سوريز، هنايا عندي 150 من الزيتون الاخضر كيكون بحال ما هكذا كيف كتشوفوا بالعظم. بالنسبه لهنا عندي هنايا الزعتر. اما بالنسبه للماء كيف كتشوفوا كنحتاجوا الماء على حسب، تقريبا انا عندي هنايا 300 غرام من الماء الدافئ. نمروا للطريقه ديال التحضير. كيف كتشوفوا غادي نبداو بالطريقه، غادي نضيف الدقيق، نضيف زيت الزيتون، نضيف البطاطا، خميرة، كيف كتشوفوا وضفت السكر، ضفت العناصر كاملة، الملحة غادي نخليها هي الأخرى. غادي نضيف الماء، نعجن هاد العناصر، حتى كتجمع ليا العجين كتولي ليا متماسكة في نفس الوقت لينة، ما كتكونش هاد العجين ديال الفوكاتشا بحال ما هكذا تكون قاصحة. من بعد غادي نزيد الملح صافي، وغادي نكمل العجن ديالها. سكت ماسك ليا مزيان هاد العجين، كيف كتشوفوا من بعد تنعجن العجينه كنحصلوا عليها بحال ما هكذا. شتي كيف كتشوفوا ما كتجيناش بحال ما هكذا قاصحه، كتجينا مرخوفه. غادي ندهن واحد هذا الصينيه باش غادي نطيب هاد الفوكاتشا مباشره. غادي نصب الزيت، زيت الزيتون يكون بالكثرة كتشوفوا، ندهن حتى الجوانب بحال هكذا صافي. غادي نضيف هذا العجين بحال هكذا، كيف كتشوفوا غادي نحاول ندير لها بحال هكذا، نجمعها من الجوانب بحال هكذا كيف كتشوفوا صافي. انا غادي نغطي هاد العجين هذه، غادي نخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها تقريبا 30 دقيقه ونكمل معكم الوصفه. كيف كتشوفوا من بعد تضاعف ليا كتمر 30 دقيقه، كنبسطوها بحال ما هكذا كيف كتشوفوا على هذا الشكل،
كتشوفوا بحالنا هكذا، وكنعملوا لها ثقب بحالنا هكذا بالاصابع ديالنا. كتشوفوا بحالنا هكذا. دابا غادي نبدا نضيف هذه الطماطم، نقسمها على نصفين، غادي نحاول نضغط عليها بحال ما هكذا وسط العجين. كتشوفوا هاد الوصفه كتجي جد رائعه ولذيذه بزاف. كتشوفوا بحالنا هكذا. غادي نضيف دابا الزيتون، نفس الشيء الزيتون حتى هو كنضغطوا عليه بحال ما هكذا وسط العجين. كنكمل هاد الزيتون اللي عندي كامل. بحال ما هكذا غادي نرش هذا الزعتر من الفوق، اوريغانو. كتشوفوا بحال ما هكذا. كتشوفوا حاولوا نضغطوا عليها بحال ما هكذا. صافي، وغادي نسقيوها بحال ما هكذا بالزيت من الفوق، زيت الزيتون. كيف كتشوفوا بحال ما هكذا، بعد ما سقيتها بحال ما هكذا بهذا زيت الزيتون، غادي ندخلها للفران درجه الحراره 240. هذه عندك هذا البيتزا والفوكاتشا كتبغي درجه عاليه في هذا ديال الحراره، وغادي نخليوها 20 دقيقه حتى تتحمر لينا وكتاخذ لينا واحد اللون ذهبي وكطيب لينا، ونكمل معكم ان شاء الله نشوفوا هذا الطبق النهائي. كيف ما كتشوفوا بعد ما تطيب لينا كتصبح لينا على هذا الشكل، كتجينا محمره من الفوق بحال ما هكذا، كتجينا مقرمشه، ونفس الوقت كتجينا من الداخل هكذا رطيبه. وهاد الفوكاتشا الصراحه كتجي لذيذه بزاف، وكتجينا سهله في التحضير، والمقادير ديالها بسيطه. غادي نقطعها باش تشوفوا كيفاش كتجينا حتى من كيف ما كتشوفوا كتجينا بحال ما هكذا من الوسط، كيجينا داك طماطم هكذا سوري صغيره، والزيتون كيجينا محشو من الداخل، وكتجي نفس الوقت بحال ما هكذا خفيفه، ونفس الوقت من الفوق مقرمشه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وكنتمنى تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعمل فائده على الجميع. وكنتمنى التفاعل ديالكم، وتشجعوني وتضغطوا على الزر لايك، وكنتمنى تدعموا القناه ديالي باش يلحقكم كل ما هو جديد من وصفات الشيف حليمه، وباش انا تشجعوني ونزيد القدام، نبقى ننزل لكم وصفات ايطاليه. لما لا، الصراحه وصفات ايطاليه جد رائعه،
ونفس الوقت صحية وبالصحة والراحة. إلى وصفة قادمة إن شاء الله.